السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا المحترمين أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هي الثالثة أو الرابعة بطبيعة الحال والثانية فنيا. كنا في حلقة الأمس أو قبل الأمس أو أمس الأول أو قبل البارحة كنا بمعية فنان قدير في مجال الدراما وتحدثنا معه والفنان القدير علي الحجوري. في هذه الحلقة سوف نسلط الضوء على فنان آخر عرفه الكثيرون منشدا، سنحاول أن نتصفح جانبا من أوراق حياته الفنية والإنشادية، أفصح عنه بعد الفاصل، ابقوا معي. شهركم مبارك وكل عام وأنتم بخير مشاهدينا الأعزاء. بما أننا استهللنا هذه الحلقة بهذه المقدمة واللوحة الإنشادية، سوف نتحدث عن الإنشاد وفنون الإنشاد التي نالت بألوانه ومقاماته المختلفة حضورا فنيا واجتماعيا وأيضا ثقافيا منتشرا في البلدان العربية التي أخرجت الكثير من المواهب والتي نجحت في تصوير الحب الإلهي وأيضا النبوي في صوتها حتى وثق جمالها في تاريخ الفن الإسلامي. الإنشاد في اليمن وخصوصية الإنشاد في اليمن فيمثل مادة ثرية لاستكشاف جماليات هذا الفن البديع، حيث أصبح الفن أو الإنشاد اليمني مدارس مختلفة بفضل عدد من نجومه الذين أوصلوه إلى العالمية، سواء من خلال مشاركاتهم في المسابقات العربية والتي فاز فيها بعضهم بجوائز متقدمة، أو بالألبومات التي لاقت رواجا وانتشارا واسعا ساعدت وسائل الاتصال الحديثة بطبيعة الحال في شهرتها. وهو ما جعل من الإنشاد اليوم تراثا شفهيا عالميا اعترفت به اليونسكو ودعت للحفاظ عليه، وقد أسست لهذا الغرض جمعية المنشدين اليمنيين في الثمانينيات.
الإنشاد إذن بتنوعاته الدينية والفنية استطاع أن يحتفظ بمساحته المستقلة رغم انتشار الفنون الغنائية الأخرى. بطبيعة الحال مشاهدينا سوف نسلط الضوء على هذا اللون فيما يتعلق بالفنون اليمنية المتعددة والإنشاد أبرزها مع ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ والمنشد والفنان والشاعر جمع واستمع كما يقولوا. عبد الرحمن العمري مشاهدينا الأعزاء هو ضيفي في هذه الحلقة، كما يسعدني أن يكون بمعيتي أيضا الشاعر الجميل عبد الرحيم السعيدي. مرحبا بك عبد الرحيم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، شهر مبارك، كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. وأيضا الفنان أحمد الشيخ، الفنان العازف أحمد الشيخ. أحمد الشيخ نعم، أحمد الشيخ الذي سوف يسحبنا عزفا مع ضيفنا أو ضيفنا عبد الرحمن العمري. لن أطيل طبعا، تعرفنا أنا كثير هدرة وتلزم عندك كثير. أحلى ما يمكن، أحلى ما يمكن. عبد الرحمن لو بدأت معك، يعني أنت استمعت إذن في مقدمة هذا اللقاء عن الإنشاد اليمني وبين الأمس واليوم، إذا ما حاولت أن تستقرئ لنا أين يكمن موقع النشيد اليوم في هذا الحيز أو هذه الخارطة؟ والله كما قلت يتصدر برواد، منهم من مات ومنهم من بكي، لكن يعني هناك أشواط لابد من قطعها في الترويج لهذا الفن والإعلان عنه. هذا القصور تتحمله جهات رسمية وخاصة في عدم وصول هذا الفن بصورة أكبر للناس جميعا، سواء في العالم العربي أو في العالم. نعم، يعني لكن ما هو معروف أن هذا الفن الإنشاد اليمني وصل، يعني وحتى أنه منظمة التراث العالمي أو المنظومة العالمية اليونسكو وما يسمى بهذا الاسم أدرجت هذا الموضوع في أجنداتها فيما يتعلق بالحفاظ على الهوية التاريخية، تراث لا مادي. نعم، لكن هل نستطيع أن نقول بأن هذه الحقبة فقط لا غير أو مرحلة إنشادية معينة مرت بها اليمن هي من تميزت بها أو تميز بها النشيد في اليمن؟ كان لها الفضل الأول في إظهار عدد من الأسماء، وكانت مرحلة طفرة أيضا. الآن نمر بشيء من الركود. هذا الاندثار لماذا برأيك؟ للظروف التي تمر بها المنطقة عموما والبلد خصوصا. وهل ذلك علاقة بالفن برأيك؟ أكيد أكيد، الفن ترمومتر لحالة الناس. نعم عبد الرحيم، إيش رأيك يعني اليوم عصر الأغنية عصر النشيد؟ والله بالنسبة للأغنية أعتقد أنها تجاوزت النشيد في العصر الحالي، وصار الناس يهتمون أو يصغون إلى الأغاني أكثر مما يصغون إلى النشيد، برغم أن النشيد في اليمن له جذور تاريخية كبيرة جدا وله مدارس مختلفة في اليمن، النشيد التهامي، العدني، الحضرمي، الصنعاني، أيضا يعتبر جزء من هوية الشعب اليمني والساحة الثقافية اليمنية. نعم. وفي اليمن شيء أصيل وشيء مهم جدا بالنسبة للإنشاد، ويدخل فيه الإنشاد الديني وفيه حتى أيضا بالغزل. نعم. أحيانا يدخل الغزل وأحيانا يكون في مقدمة النشيد الديني مقدمة غزلية وأحيانا يكون مقدمة دينية. نعم. كما كان يقال بين السعاد فقلب اليوم بالضبط. لا كان مدحون فالنسيب المقدم. نعم، والغدا متيسر. طبعا مشاهدينا الاعزاء، ما يعرفه الكثيرون او ما لا يعرفه بعضهم بان الفنان عبد الرحمن العمري صاحب الصوت الشجي والرائع كان له صولات وجولات سواء كان في مجال النشيد حتى وصل بعد ذلك الى الغناء، وكان صوته حقيقه كما كان منشدا ما زال رائعا حتى وهو يغني. قبل أن نستمع إليه وقبل أن أذهب إليك أحمد لنتكلم عن خصوصية العزف، أترككم مع هذه اللوحة، إيش اسمها ذكرني؟ لله ما يحوي هذا المقام، مع الفنان يحيى العرومة. مع الفنان يحيى العرومة عزفا صح؟ أكيد. نعم، نستمع إلى صوت عبد الرحمن وهذه اللوحة وأعود إليكم. لله ما يحوي هذا المقام، تجمعت فيه النفايا،
حبيبي حاز اللطف والانسجام حالي الشام والشمس غطت وجهها بالغمام كتغطية وجه العرايا من زهور الكمام في روس أغ صنق على أنس بل فافضي عن الناس لا فلثام واسقني خميس وسادس بل بالي بلا ما تسرع ما تشرح الأرواح غير المدام يا لله لا يا لله لا فلا تكن للكاس فلا تكن للكاس واسمع فقد ناداك اسمع فقد ناداك صوت الحمام لله لا يا لله من فوق الأغصان من فوق الأغصان وآيس الله
الله، جميل جدا. طبعا مشاهدينا الاعزاء، هذه اللوحة التراثية البديعة التي أداها ضيفنا العزيز عبد الرحمن العمري بكسر العين. أكيد كيف أنا معك؟ لا مدكك. عبد الرحمن العمري بكسر العين كما قالها سابقا، وأنا الآن أضعها بين قوسين لأنه كان يفجعني في كل حلقة، أقول له العمري، يقول لا العمري بقطع. وطبعا هي من كلمات عبد الرحمن الآنسي. عبد الرحمن، عندما نتحدث عن الخفنجي وعن أحمد القارة وعن الحمينيات، الشعراء الساخرين، هؤلاء الذين صنعوا لوحة فنية في حقبة ما، يعني لماذا لم تتكرر تلك النسخ في مسار التاريخ الغنائي برأيك؟ لا أدري والله، يعني ربما أنه يعني هي طفرة فقط في وقت معين. نعم الخفنجي كان مرآة لعصره بكل تناقضاته، وكان يعني رسام الكاريكاتور بالكلمات، يرسم صورة ساخرة جدا، شقيق القمر أسفر أبدأ يجور فينانه، وكان يحب معارضة جياد القصائد ويحولها إلى حزل وسخرية، ويقول بدل خل من المنظر تفل فوق جيرانه. نعم، كان هناك أيضا نوع من المناظرات فيما يتعلق بهذا اللون، يعني بين أحمد القارة وأيضا الخفنجي. القارة نسخة أخرى، بس الخفنجي أكثر سخرية وأكثر فضحا، تناقضات عصر، تناقضات سلوكيات الاجتماعية. نعم يعني أنا أذكر بعض القصائد، بير العزب قالت لروضة أحمد قد عندنا حمام وسور مسيد، المناظرة أيوة، وسوحنا في الهزار غرب، قصة الجوامع الذي سارت إلى الجامعة الكبير تشتكي لهن، وذا يحول هذا بمفرشتين ويحول هذا يعني. نعم كانت السخرية تكررت مع الآنسي. الآنسي أيضا استنطق جبل نجم، صاح هذا تجاهك جبل صنعاء، فقول يا نقوم قد سبق وقتك وقات، وانت قايم مديم النظر مشرف مطل فوق أبيات الأحياء والأموات، عندك إخبار عجيب تعلم من جهل، هات بالله عليك ونقوم هات كملك قد رأيت بملكه مستقل، قاهر السيف ماضي الإشارات إلى آخر القصيدة. نعم. عندما نتحدث عن خصوصية الموشح اليمني أو الموشح الإنشادي، ما الذي ميزه برأيك عن الطقوس الفنية الأخرى المتمثلة بالإنشاد العربي؟ يعني هنالك عماد رامي وهنالك أسماء كبيرة جدا. اللغة الحمينية هي التي تميز الفن الديني، فن الإنشاد الديني في اليمن، وإن كان هناك نصوص أيضا فصيحة موجودة، لكن اللون الحميني سواء كان غنائيا أو إنشاديا هو الذي يميز شخصية اليمن. نعم، اليمن. عبد الرحيم، لأنه قال اللغة، يعني عندما نتكلم عن الجانب الحميني أو اللون الحميني، يعني هنالك من يعرفه بأنه نوع من الفصحمة، يعني بين العامية وبين الفصيح، عامية المثقفين يعني الذي يتيح للآخر التعرف على المفردة وعلى هويتها سواء من هنا أو من هناك. صحيح. أيهما أكثر أيضا وصولا إلى أذان المتلقي كذائقة، القصيدة المغناة بالعربية أم القصيدة أو الأغنية أو النشيد الحميني؟ الحميني. نعم، النشيد الحميني له هويتها الخاصة وله ذائقة ترك مترسخة من مئات السنين، فبيتلقاها الناس بذائقة جميلة وباستمتعوا فيه، وبالذات لما يكون بالشعر الحميني كما قال تفضل الفنان عبد الرحمن، أنه الشعر الحميني أقرب إلى الفصحى، مفرداته شعبي يعني مش ملتزم بالنحو، انما مفرداته والفاظه هي اغلبها بالفصحى. نعم، فاذا استمع له ايضا جمهور من خارج اليمن بيفهمه ويستمتع باللحن الالحان التراثيه اليمنيه التي يتناغم معها الاناشيد يعني المتنوعه. ما نقدرش نقول انه شعبي، لا نقدر ان نسمي الحميني شعبيا على الاطلاق. بالضبط. هو لون وسط بين الفصيح والعامي، لذلك ما قلته قبل قليل الفصحمة. ينقصون النحو. ما يحوي، ما قالش لله ما يحويه، لله ما يحوي هذا المقام، كل لله سكون ما مسكرة. يحوي هذا المقام تجمعت فيه النفايس. نعم، سكن تسلم، كل وكما يقال التسكين حمار النحو، أو كما يقولون إضافة إلى التنويع في الأشكال، التكفيل والتوشيع وتنوع الأوزان. يعني الحميني مش ملتزم يعني بالنظام الخليلي، وإن كان في بعض قصائده زي رضاك خير من الدنيا، هو كمحاولة يعني مواصلة يعني عدم قطع الطريق مع التراث. نعم، لكنه ايضا فيه تنوع في الاشكال،
الأشكال الشعرية. أتي إليك أحمد لكي لا أغيب عنك يعني، وأنت عازف ومرافق أيضا للفنان جمال. يعني عندما نتكلم عن المقامات أيضا في العزف، مقام الصبا والمقامات حقكم الخبرة يعني نهاوند ومدري إيش اسمها، صح؟ جميل. يعني عندما نتحدث أيضا عن غياب معاهد فنون خاصة في هذا المجال في اليمن، ونشاهد هذا الكم الهائل فيما يتعلق بالفنانين والعازفين والعازفين الفنانين في نفس الوقت، من أين جاء هذا الاكتساب؟ أولا جاء من طبعا في معهد، المعهد الوحيد في اليمن اللي هو المعهد الحكومي، يعني اللي هو معهد جميل غانم اللي في عدن اللي تأسس في السبعينات. هذا المعهد الوحيد اللي يعني يأهل للدراسات العليا والدراسات الموسيقى وكذا، والباقي أخذها من سمع، يعني يجلس مع ناس اللي تخرجوا من المعهد اللي خريج روسيا بأيام الاتحاد السوفيتي، يعني من مجالسة بس يقول مقام الصبا وعارف إيش مقام الصبا بس مش عارف أبعاده، يعني مقام الصبا إيش يعني، كم نغمات وأبعاده كم وكذا، فهمت؟ يعني يتكلم عن سمع، يعني عن خبرة، تقدر تقول عن خبرة، عن مجالسات، عن نعم. لكنه يبدأ متأثرا أيوة نعم. تأثر، لكن كدراية، دراية يعني علمية أو دراية، يعني عندما نتحدث حقيقة عن عدن نتحدث عن عراقة فنون يمنية بكل جذورها وتفاصيلها، يعني منارة بالفعل. يعني المسرح كان من أوائل ما ظهر في الوطن العربي، كان في عدن في الخمسينات أيضا السينما. والآن نتحدث عن عدن، ولا ننسى في هذا المضمار أن نشيد بالفنانين من عدن، الفنانين الكبار الذين لا تزال بصمتهم وهويتهم حاضرة في قلوبنا، أستاذ محمد مرشد ناجي، محمد سعد خليل، محمد خليل أصحاب الندوة العدنية، أيوة مجددين، والعزاني وأحمد محمد قاسم نعم، أحمد محمد قاسم الذي كان يدرس في معهد الفنون، وجميل غانم عازف العود، جميل غانم وعطروش مؤسس معهد جميل غانم، وعطروش أيضا فنان كبير. نعم طيب تشغلون الفن الصنعاني، الصنعاني يعني، بس شوف نتكلم عن عدن، نتكلم عن لحن، يعني مش أنت ضيوف تمثلوا هذه الحق المناطق بس، هذا فنان من عدن يمثل عدن. جميل جدا، يعني لا توقعناش مع الآخر في ورضة. أحط العطروش محمد سعد عبد الله، أنا أعشق كل الفنانين اليمنيين الذين كان لهم حقيقة حضور في وجداننا وما زالوا، يعني سواء أولئك القدامى الذين لا تنسى رحلوا. أول من وثق محمد عبد الغنم نعم، وتحية هنا أيضا لنجليه الدكتور نزار والدكتور شهاب، الشاعر والفنان والطبيب والإنسان، والإنسان بالفعل، وأيضا صحيح. تحية للدكتور شهاب محمد عبد الغنم، وطبعا العالم الشاعر محمد عبد الغنم، طبعا هو من أول من وثق كما أشار مشاهدين الأعزاء، كما أشار عبد الرحمن العمري، الأغنية اليمنية، نسيت الاسم، شارغناء الصنعاني، شارغناء الصنعاني، وله ايضا 100 تدوينا تدوينا وبحثا لغويا وموسيقيا وفنيا وعروضيا، دراسه مستفيضه. واول يعني احب ان اضيف ان الدكتور محمد عبد الغانم اول دكتور في الجزيره العربيه، نعم، يعني اطروحه شارغناء الصنعاني نال بها اطروحه الدكتوره من صحيح. درجه الدكتوره سبقتك واشرت لها، وقلت اول دكتور في الجامعه العربيه في الجزيره كلها. وايضا لديه كتاب اسمه 100 شاعر و600 اغنيه يمنيه على ما اذكر، وهو شاعر كبير ايضا، شاعر بالفصحى وبالعاميه، شاعر كبير. كان فنانا في داخله الفنان، في داخله الفنان. لكن هنالك اناس اخرون امثال عبد الرحمن العمري يكتبون ويغنون وينشدون ويصدحون، نعم. ما الذي ميز عبد الرحمن العمري عن هؤلاء؟ الذي قلت التنوع، هذا التنوع في الشخصية، أنه يكتب ويغني وينشد ويستمع ويحاول أن يتطور. يعني أنا كنت أشوف كلمات وألحان وغناء محمد سعد عبد الله أبو بكر سالم صحيح. محمد سعد عبد الله كان أحيانا لا يجد النص، لا يجد النص، فيضطر أن يكتب، يضطر أن يكتب لنفسه. أيوة ولديه مثلا أفكار موسيقية، لكن ليست لديها الثوب اللفظي، فيضطر أن يتكمس دور الشاعر ليسد الخلل. نعم. الخلل. قبل أن نتحدث عن عبد الرحمن الشاعر، نعم، ونتكلم أيضا مع الشاعر عبد الرحيم، ونتكلم أيضا عن هوية العزف لدى أحمد وكيف انسجم مع الألوان الأخرى الصنعانية وما إلى ذلك، دعونا مشاهدي الأعزاء نقف مع هذا الفاصل، والمتمثل بتقرير يحكي واقع الإنشاد اليمني والموشحات، وأعود إليكم، ابقوا معي.
ما تزال الأناشيد والابتهالات والموشحات الدينية محتفظة بمكانتها ومساحتها المستقلة ضمن الفنون الإسلامية التي لا ينافسها أحد، حيث مر فن الإنشاد بمراحل مختلفة إلى أن انتظم في قالب فني متكامل، وارتبط على مر العصور الإسلامية بالمجالس والمحافل الدينية لذكر الله والتهليل والتسبيح باسمه وصفاته ومدح النبي. الإنشاد في اليمن يتميز بتنوعه ومواكبته لحراك المجتمع دينيا وثقافيا واجتماعيا وحتى سياسيا، حيث تنوعت ألوان هذا الفن الجميل من أناشيد الوعظ إلى أناشيد الأخلاق والتزكية إلى الأناشيد الروحية ثم الأناشيد الوطنية والسياسية وحتى أناشيد الأعراس والأطفال. لذلك يتميز شهر رمضان المبارك في اليمن بخصوصية إحياء ليالي الشهر الفضيل بروائع الأناشيد والموشحات الروحانية والجمالية في تناغم روحي وجمالية تحلق فيه النفوس في أجواء الصفاء والنقاء الإيماني، ويغلب الطابع الروحاني والوجداني على الإنشاد باعتبار رمضان شهرا إيمانيا يستدعي التعاطي مع قيمه وفضائله في الذكر وقراءة القرآن والتسامح وتعزيز جسور التواصل والمحبة والتكافل بين أفراد المجتمع. شكرا للدكتور محمود اليمني على هذا التقرير الجميل، وأيضا في هذا المضمار نسأل الله الشفاء لزميلنا أكرم سران وأيضا الزميل محمد الراعي الذين يعانيان اليوم من وعكة صحية. أعود إلى الأجواء، أجواء النشيد الصنعاني والحديث عنها. أنا توقفت قبل أن أذهب إلى هذا الفاصل معك أحمد، وأنت تتحدث عن عدن وتتحدث عن المعهد الذي ظهر في السبعينات، وكنت تريد أن تعلق على ما قدمه محمد عبد الغانم من كتاب فيما يتعلق بالعودة الصنعانية. تفضل. في الموضوع اللي خطوه أنت والأستاذ عبد الرحمن أنه في يعني وثق كتب موسيقية لفظا وموسيقى يعني أشعار ونوتة موسيقى. في كمان أشيد إلى أستاذ خريج روسيا طبعا أيام الاتحاد السوفيتي ماجستير علوم موسيقية خريج قيادة وتوزيع الأستاذ عبد القادر أحمد قايد، أوجه له تحية وكل عام هو بخير. هذا دون 3 كتب أو 4 وساعد في كثير من الكتب اللي دونوها نصا، هو زودهم بالنوت الموسيقية حق الكتب اللي نسخوها. من ضمنها نشوء وتطور الأغنية اللحجية وكتاب الغناء اليمني اللي فيه 4 وجوه، الأربع الألوان اليمنية: الصنعاني، اليافعي، الحضرمي، اللهجي. عمل كتاب له 4. في كتاب برضو الموسيقى الخالد أحمد محمد قاسم هو اللي زودهم في كتب كثير في كلية الآداب، طلعت نسخ منها وهو المساعد يعني. جميل جميل. أستاذ عبد الرحمن أنت معي؟ نعم نعم. أنت مستجم مع أنا مستجم مع كلام الأخ أحمد. ما في من بما يتعلق معلومات إذن معلومات إضافة إلى معلومات عبد الرحمن فيما يتعلق بتاريخ الأغنية الصنعانية. أنا أترككم مشاهدين الأعزاء أيضا إلى أن نستمع إلى لوحة جديدة ولوحة فنية وغنائية يختارها كلاهما. اتفقتم على أغنية معينة لكي نقدم هذا المشاهد. تمام. ماذا تختاران؟ أي شيء أغني. أي شيء؟ طب هو يعزف وأنت بعده على طول؟ أو العكس، أنا أغني ويعزف بعدي. يعني ما في إشكال. يلا نستمع. ماذا نختار يا أحمد؟ ليش سجلناها؟ يقرب أو لا. تفضل. هذا يافعي اللون هذا ما سار على يافعي. الله الله. حضر مع الناس بجسمي والفؤاد غايب، حضر مع الناس بجسمي والفؤاد غايب، وجاوب القول رب
بالخاطي وبالصايب أبصم إذا رن شادي بس ما تضارب يا رب باكي ولو بالضحك رواق صبر صبري بالعام والعامي لام اليوم والشهر قد كنت صابر وما حد قد صبر صبري بالعام والعامي لام اليوم والشهر فكان عجزي وضعفي عاقبة أمري كان عجزي وضعفي عاقبة أمري واليوم غيري غيري على حمل النوى أقوى حمل النوى أقوى جمع الشمل ليوسف من يعقوب من بعد ما رأى قميصه بالدم المكذوب سهل لي فضلك لعبدك غايه المطلوب سهل لي فضلك لعبدك غايه المطلوب وصل الاحبه وفيهم عين من اهوى في كامل الأفعال والأوصاف من ليس يحوي مكانه رتبة الأشراف عن الصفي كامل الأفعال والأوصاف من ليس يحوي مكانه رتبة الأشراف ثم الصلاة تبلغ المختار بالأرطاف والصلاة تبلغ المختار بالألطاف وخير مولود من آدم ومن حواء الله 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 جميل آدم ومن حواء جميل جميل جدا عزفا وصوتا يقول الشعر صح لسانك بس انت ايش نقول لك يا استاذ الله يحفظك يا اخي الناس وحرس الله يحفظ ما اشتهيت هذا احنا يعني في ضيافتك كل ما شاء ما تشاء حبيبي استاذ عبد الرحمن ايوه ولا اشتهوا زوجوه يا عبد الرحمن خصوصيه الانتهاء دائما نعم سيدي في كل قصيده صنعانيه قصيده حميانيه بالصلاه على النبي وهذه في الاخير امتاز بها لابد لكي يكون العمل مبارك يعني لكي يكون عام مبارك أكيد أكيد سنأتي إلى عبد الرحمن الشاعر بعد أن نذهب إلى عبد الرحيم الشاعر الآن الذي قلنا قبل قليل بأنه شاعر ليسمعنا نصا عبد الرحيم عشان ما تأخذناش أجواء الأغنية والنشيد عنك سأقرأ عليكم قصيدة غزلية نعم نخرج من فهذه القصيدة أحفظها عن ظهر قلب ولها قصة يعني معايا نعم كتبتها عن قصة عظيم تفضل عنوانها ربيع الصمت ربيع الصمت بما أن لي كل ليل سجال مع مقلتيك فضاء الخيال ففي كل ليل به تذكريني ففي كل ليل به تذكريني يحط على شفتيك سؤال يليه سؤال بماذا يفكر ومن أين جاء وكيف وأين وأنا سيبحر متى سوف ينطق ماما وبابا وهل عابط الصمت يوما سيكفر كثير كثير هي الأسئلة
فهل جدتها يشبه المهزلة؟ كثيرا كثيرا، ولكنني حصدت الإجابات من سنبلة. الله. سأكتب شعرا فلا تضجري، لعلي أجيب عن الأسئلة. أنا شاعر جئت من دفتري هروبا من الهمز والقلقلة، أفتش عن قمر ها هنا يضيء الطريق لقلبي ولا. وأبحث عن نجمة في الفضاء، وعن وردة جاء منها الربيع، وعن قبلة من شفاه القضاء تقبل عمري بثغر بديع. ومنذ التقيتك دون كلام ودون خصام ودون سلام ولا جلجلة، أضالع فيك التفاصيل دوما، فكنت المفاجأة المذهلة. المذهلة، الله، جميل جميل. أما جداً. سكوني فليس سكوتا، أما سكوني فليس سكوتا، ومن ظن ذلك ما أجهله. سكوتي جمال وقلبك أخضر، وصمتي حوار مع الأمنيات، وقوفي بقربك أجمل منظر، فلله ما أروع المعجزات. وصمتك دين به الروح تعمر، وإما ابتسمت تضيء الحياة، فما كل صمت سكوت عقيم، وصمتي لديك حديث الرواة. فهل تعلمين بأن شرودي بجنات عينيك في واحة الصمت أسمى وأنقى وأرقى اللغات؟ ما. فمن وحي عينيك أكتب شعرا، ومن ورد خديك أخرج حبرا، وأشتم عطرا، ولي في تفاصيل وجهك دوما مآرب أخرى. فحينا أقدس مولاي فيه وفيه أرى نجمة الحوريات، وأسبح في نيل عينيك حينا، وحينا أسافر عبر الفرات. فأنت الحضور وأنت السفر، وأنت الربيع وأنت المطر، وأنت إذا ما قبلت فؤادي جميع الكنوز وكل الدرر. الله، جميل. هل تعلمين بأن عثوري على روحك النور أقوى اكتشاف بعصر الفضاء وأنقى قضية؟ وأني متى ما جلست أماني تودعني الأرض والجاذبية. فهلا عرفت تفاصيل صمتي؟ فصمتي قضاء وأنت القدر، فإن لم تكوني أميرة روحي فللصمت عندي لغات أخرى. لغات أخرى. الله، جميل جميل جدا. عظيم عظيم عظيم. جميل، رائعة جدا. قصيدة بمعنى قصيدة، وهذه قصيدة بمعنى قصيدة، بمعنى قصيدة. وعلى الوزن فعول 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 فعول، المتدارك المتدارك، هذا اللون الجميل. وأنا أتذكر إليك الجواب ولا تسأليني، طبعا هو قالها لصديقته أو لي، لكن أنا قلتها للزوجة يوما ما. إليك الجواب ولا تسأليني، فقد شاع من نظريك السؤال، يقولون عني بأني وأني، نعم يا حياتي أنا ما يقال. أنا قبلة العاشقات جميعا، أنا من إلي تشد الرحال، وهن اللواتي سكن فؤادي وما كان من شيم الاعتقال. جميل كيوسف من قال هذا، وإن قلت هذا فقولي محال، ولكنهن سكن وريدي وأدركنا أين يعيش الجمال. فلا تعجبي فلا تجزعي يا حبيبة عمري، فأنت البقاء وهن الزوال، وأنت التي ليس قبلك أنثى وبعدك كل النساء رجال. طبعا هذه في 2007، يعني أيام التعلمة. الجميل في صديقنا عبد الرحيم قبل قليل قال لدي قصيدة غزلية ولها قصة، فإذا تذكر أنه مزوج معول فقام كلفة القصة ورجع جاب القصيدة على طول. خلي طابق مستور يا عيسى، لا تنكب لا تنكب. أنتم الناس أيها الشعراء. صح أنت 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 حبيبي، الله يحفظك. أنا أريد أن أسمع شعرا من الشاعر الآن عبد الرحمن العمري، وليس من الفنان أو المنشد. طبعا أسترعي اهتمام المشاهد الكريم بأن ثمة ديوانا صدر مؤخرا غواية الصمت للشاعر عبد الرحمن العمري، يحمل عنوان غواية الصمت. جميل الغاوون، وهذه المفردة المتعلقة بالشعراء وكيف دمجتها. حدثنا عن الديوان قبل أن كنا موفقين. هي مجموعة قصائد فصيحة وبها ثلاثة أو أربعة نصوص حمينية مدرجة، يعني من حصاد السنين وما شاغبنا بها الشعر وما يعني سجلنا بها القصيدة روحا ونصا، وأتمنى أن يكون لا يكون الأخير إن شاء الله بإذن الله. النص الذي سوف تسمع به المشاهد الآن. أواه ما ألقى من الاغتراب وسود أيامي وطول العذاب، أحيا بلا حلم ولا مأمل كأنني لست بعصر الشباب. الله. تبا لهذا الكون ما أسخف تعسا له بله وما أحقره، كم رمته ليوما لكي أعرفه فلم يكن حظي إلا السراب. الموت كم غنيت فيه وكم عشقته فهو الحبيب البعيد، من قسوة الناس وبرح الألم سقاني الدهر وبئس الشراب. أواه مالي والعذاب الطويل كأنني أحمل ذنب البشر، عزائي الشعر
ولحن جميل يذيب روحي وفؤادي المذاب. يا ربي قد طهرتني بالأسى من كل ذنب قد جنته يدي، عسى بأن يصفو دهري عسى أو لا فإني خاسر في تباب. إن كان ذنبي أنني أشتهي زادا من الحب يقيت الأنام، فكل ما أشكوه لن ينتهي وكل ما أدعو له لن يجاب. الله. يا ربي فارحمني فكم من شقي، رحمت من غيرك قد يرحمه، الشيب في اللمة والمفرق والعمر يمضي في الأمان الكذاب. الله جميل. الشيب ما في الشيب يا عبد الله، خيرات ما في الشيب والله. حنقته يا أستاذ أحمد. طبعا مشاهدينا أنا أرحب أيضا بضيفنا من خلف الكواليس ومن خلف الكاميرا الأستاذ أحمد الكستبة. الكستبان بالنون. الكستبان بالنون. أيوة. بالنون. أيوة. بالنون. بالنون. طبعاً الرفيق الدائم وهو صهرك صح؟ أكيد. أكيد. نعم. أكيد. والرفيق الدائم، الرفيق الدائم في كل الفعاليات حقيقة التي يحييها فناننا وضيفنا الجميل عبد الرحمن العمري. وأيضاً أرحب بنجلة أحمد سبا. رهف. رهف. رهف أحمد الكستبان وأيضاً الشاعر محمود. الكبير الضماري الذي سوف يصحبنا بطبيعة الحال في حلقة أخرى. المجلس كان صغير ولكن حيدخلوا كلهم، لكن إن شاء الله في حلقة أخرى. مشاهدي الأعزاء نحن باقون معكم، وإلى من انضم إلينا الآن في هذه الحلقة وفي هذه السهرة الجميلة من ليالي رمضان وتحديدا من برنامج الديوان، يصحبنا كما تتابعون فيها العازف الرائع أحمد الشيخ، وأيضا عبد الرحمن العمري والشاعر الجميل عبد الرحمن عبد الرحيم الرحيم الرحمن الرحيم. هذا فرق لغوي نتكلم عنه فيما بعد. البسملة كلها عندك. صديقنا البسملة يعني. أعود إليك أحمد، أنت تعزف فقط أم تغني أيضا؟ أغني كمان. طيب وليش ما سمعنا؟ ماذا تختار؟ ومن أي لون ستختار؟ اللي يعجبه. اللون الأقرب إلى نفسه. اختار اللحجي ما؟ اللون العدني. هذا العدني. عدني. قلب الأدية. هو يغني له يا بوي أكيد. لا لا خليه يغني لي اشياء عيسى. الأغنية الأكثر قربا من وجدانه والذي تحضرها نعم الآن. نعم ما دام قد حدد اللون خلاص. جميل. أنت هذه المشكلة. اللون ولا قد الأغنية جاهزة. أيوة أيوة قد مبرمج في ذهننا. وأنا والله ما أرجعك يا أستاذ عبد الرحمن، خلاص اتجه لحج اتجه لحج. يعني أنا أشوف أنك بدك بتتجلى حتى ولو كنت ابن عدن. هو قريب قريب من قريب منكم. خطوتين. كم يقول لي الليل يا ولها انتو، كم تقول لي العين لا تبكي ذنوب. الله. كم يقول لي الليل يا ولها انتو، كم تقول لي العين لا تبكي ذنوب. قالك فيها شكا، قالك فيها بكا، قال يا مناس من قبلك شكى الظلم القلوب، قال يا مناس من قبلك شكى الظلم القلوب، ورد القلب بالآهات وزاد النوح والأنات، ورد القلب بالآهات زاد النوح والأنات، ولو عاتق الليل دان أصحك ذنوب، يقول لي الليل أتوب وأنا ما أقدر أتوب، يقول لي الليل أتوب وأنا ما أقدر أتوب. ما أقدر أتوب،
إذا ما قام من نومه مع الطير غباش، تشوف الورد بالباكر على خده فتاش فتاش، وتتمنى تكون شعرها بالجفون. الله الله، تحرص دي العيون من شر القلوب. يقول لي الليل توب وانا ما اقدر اتوب. الله الله، اين كنت يا هذا؟ اين كنت؟ كل الليل توب. ما أجملها من عرب حقيقة. وما أجملها من تفاصيل في الصوت الذي يعني يتخيل المستمع لأول وهلة بأنه جواب صرفة. الأخ أحمد مغني مقتدر. نعم مقتدر وعازم مقتدر. أنا لن أترك الجمهور أو أن أترككم مع الجمهور يتحدثون بقدر ما نريد أن نستمع إلى دويتو في أغنية أخرى تختارينها ليجتمع القرار مع الجواب في صوت واحد في أغنية واحدة، ولتكون أغنية عربية هذه المرة. ما تقلقش ما تقلقش، أنت انطلق وراء حواراتك وإحنا وراءك. لا تقلق، اللي تشتيه عن فعلك. طيب نختار أغنية أخرى بس دويتو، يعني يسموها دويتو صح، ثنائي في الفن صح؟ يعني أقع فنان لاحقا إن شاء الله. طبعا قبل ان تبدا مشاهدي الاعزاء، انا حقيقه سهللت هذا اللقاء ولم ادخل في الحديث مع الفنان احمد الشيخ، الكثير ممن يتم او تتم استضافتهم من العازفين يخبرونني بان دعنا جانبا لا نريد ان نتحدث. اليوم اتفاجأ بفنان جميل وعازف رائع وايضا اكاديمي متخصص. تفضل تفضل احمد تفضل. نقول ايش؟ يعني انت قصدك اغنيه مصريه يعني؟ ولتكن مصريه. ها؟ نقول السيف الكريم تكن مكان القرارات وانا العالي بعدك. جميل. زميلنا المصور خاطر ابتسم لما قال اغنيه مصريه. ايوه ايوه ضروري. تحيه لكل المصورين من خلف الاستوديو وايضا الزملاء الفنيين. اعتذر للمشاهدين الوتر مع البرد. نعم تفضل. حتى الوتر يبرد يا احمد. ها؟ انه يبرد ويقزح كذا ويسوي نفس ال عند المشاعر يا اخي. مالك الاخشاب هذا؟ كائنات هذه. بس كائنات. فاكر قلبي يدي لك أمان، ولا فاكر كلمة حتعيد اللي كان اللي كان. لسه فاكر قلبي يديلك أمان أمان، ولا فاكر كلمة حتعيد اللي كان، ولا نظرة توصل الشوق بالحنان. لسه فاكر كان زمان كان زمان، لسه فاكر كان زمان زمان. أيوة صبا، هذا هو صبا. جميل.
كانت الأيام في قلبي دموع بتجري وانت تحلالك دموعي وهي عمري. كانت الأيام في قلبي دموع بتجري وانت تحلالك دموعي وهي عمري. يا ما هانت لك وكانت كل مرة يا سلام الحلم من أماني فيك وصبري. كلمة كلمة لما راح الهوى ويا الجراح كلمة كلمة لما راح الهوى ويا الجراح. واللي قاسيته بليلي اللي قاسيته بليلي اتنسى 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 ويا الصبر. الله النهارده الحب والشوق والحنان النهارده الحب والحنان لما تسألني أقول لك كان زمان كان زمان لسه فاكر كان زمان كان زمان. الله 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 يعني اشغل لك سلطن يا عم كما يقولون ولا كما تقول نجوى لك طلع على المسرح ولك حضور وعم بتغني من جواتك. الله الله يبني حاجتك ويدي رزقك. كثير حبيتك حبيتك من قلبي ايامك يا عزيز. جميل جميل جدا كلامكما رائع. منسجم معه تهت والله تهت. انا كنت اريد ان اجمع بين القرار والجواب في صوت واحد فسلطنة الأستاذ عبد الرحمن أخذتنا إلى أجواء وردية أو نافذات وردية الشرفات كما يقول نزار قباني يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات اللي تغنيها يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في إحدى الغيمات والمطر الأسود من عيني يتساقط زخات زخات وأعود أعود لطاولتي لا شيء معي إلا كلمات. طبعا سوف نستمع للوحة أخيرة منك أيضا أو مشتركة يعني ولتكون أغنية مصرية لنختار طالما نحن بين إخوتنا. خلينا النقشبندية أستاذ محمود إلى وقت آخر نريد أن نستمتع بهذه الأصوات الجميلة بعد أن نذهب إلى نص صغير يختاره عبد الرحيم. شاعرنا عبد الرحيم. نعم إحنا السلطان وكذا الموسيقى ونسينا الشعر لكن لا ننسى في البدء كانت الكلمة برضو الغناء هو شعر. نعم تفضل. أقرأ عليكم هذه القصيدة هي إنسانية تعبر عن الأطفال المهمشين. جميل. على عنوانها على صهوة الريح. يا صهوة الريح قولي ما الذي خرقه وكيف أصبحت مأواه ومنطلقه. طيف اللون تصحرت الألوان في دمه فشكلت في مرايا وجهه فلقه. الله. ما أرضعت حليب الكبت عائلة إلا نما اليأس بين الجفن والحدقة. أقدامه تأكل الإسفلت مبقية بعض الرسوم اللواتي مزقت ورقة. سماؤه زرقة في سقف خيمته وأرضه ظلمة ما غادرت طرقه. مكبل في زوايا لونه مكبل في زوايا لونه قلق دمع الروايات من أفكاره القلقة. يمر فوق رصيف الذل متشحا وشاح عرق يواري خلفه نزقه. يلوذ بالدمع قهرا
يلوذ بالدمع قهرا حين تحلمه عرائس أشعلت في نومها أرقه في جوفه تدفن الأزهار واقفة ويهنق الطفل تبت روح من شنقه كم بات والخبز ضيف في محاجره حتى غدا القرص من تحت السماء أفقه أتى به الليل لا يدري لأي غد سيعبر اليوم ما دام المدى غسقه أنفاسه السود غيمات مبعثرة كل الأحاديث في المأساة متفقة رصيفه الغبن والآهات رصيفه الغبن والآهات روضته فكيف يخرج من أعماقه ألقه وكيف يبتسم التاريخ في قده ودمعة الخلد في خديه مؤتلقة تبدو المسافات في رجليه هامدة ومن يديه جهات التيه منطلقة تظن عينيه بالأحقاد ممطرة لكنما نظرات البائس نمقة الله جميل إن كان طرفك ذا حلم ومعرفة ترى مواهبه قد أصبحت نفقة فمن ترعرعت الأصوات في دمه ما تتمعانيه بين الحبر والورقة جميل. لكل روح خلود لا تميزها رائية العرق أو بائية الطبقة لكل روح خلود لا تميزها رائية العرق أو بائية الطبقة إن الطفولة مجد في محارته يا ويل شعب بنى من مجده غرقه لا يرتقي وطن نحو السماء وفي قراره لبنات الصرح مخترقة الله جميل لبنات الصرح مخترقة جميل جميل صح لسانك يا أستاذ عبد الرحيم شعر بديع جدا وإن كان المخرج يشير إلى قرب انتهاء البرنامج أو شكنا على النفاد أو نفذ بالفعل مشاهدي الأعزاء إذا قبل أن تختار أغنية يعني معينة لكي نختم بها البرنامج أنا سأودعكم جميعا مشاهدي الأعزاء كنتم معنا في سهرة هذا المساء وهذه الليلة من برنامج الديوان مع حلقة شعرية وفنية رائعة بمعية الرائعين الفنان القدير عبد الرحمن العمري الذي كان ضيفنا في هذه الحلقة وتحدثنا عن الإنشاد وأيضا عن تجربته الخاصة في وقت سريع يعني المخرج الآن دخل مكس بأغنية الختام لأن الوقت انتهى إذا لن تغني معلش أيضا الشاعر الجميل عبد الرحيم السعيدي الذي كان ضيفي في حلقتي هذا المساء وهذه الليلة الشاعر عبد الرحمن السعيدي وأيضا أوكي أيضا الفنان القدير والعازف الرائع أحمد الشيخ الذي تفاجأت به حقيقة صوتا وعزفا ولا بد أن ثمة حلقة أخرى سوف تجمعني به لأتحدث معه عن تفاصيل أخرى فيما يتعلق بالأكاديميين وأيضا الهوى فيما يتعلق بالموسيقى وفي ظل غياب الفنون ومعاهدها في اليمن مشاهدي الأعزاء شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة ثمة حلقة أخرى وجلسة أخرى وفنان آخر وشاعر آخر ومبدع آخر يوم بعد غد بمشيئة الله تعالى إلى اللقاء We'll be right back.